الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له الأجر، يكتب له أجر ما نوى. أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر، يعني لما كان قادرا كان يعمله ثم عجز عنه فيما بعد، فإنه يكتب له أجر العمل كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.